مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين، انعاد عليكم العيد بالخير واليمن والبركات. تحية لكم من قناة الشروق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، واللي بنتمنى فيه أنه احنا نقدم برمجة متميزة من خلاله يكون في حضور لمختلف الضيافة، الثقافة في السودان ومختلف الضيوف الذين ربما يستطيعون أن يتحدثوا عنا وعنكم بشكل جيد من خلال الموضوعات المطروحة والخاصة بالتراث، بالحياة اليومية وبغيرها من الأنماط المختلفة. لن نطيل الحديث، ولكن مباشرة دعونا نرحب بضيوفنا ونعرفكم عليهم. ضيفنا الأول هو البروفيسور سليمان يحيى، اهلا بك بروف في قناه الشروق، وكل سنه وانت طيب. وكل عام وانتم بخير، واهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك، وعليك ان شاء الله مبروك العيد. استاذ الحلاج محمد عثمان الحلاج، اهلا بك. مرحبا استاذ، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب، وان شاء الله يعني السودان بخير وقام وسعاده وخير دافيك. امين ان شاء الله. دكتور يحيى حماد، اهلا بك. اهلا ومرحبا، وسعيد جدا أن أطل على هذه القناة في هذه الأيام، يعني الواحد كان صام. إحنا سعداء بك. والظروف يعني، وبحس جدا أن يلتقي كل إخوة الزملاء على مستوى كبير جدا، والأبناء والأخوات الذين عاملوا معنا، وكذلك ظروف سعيد جدا أن الناس يعني يطلوا أو يعني إحنا نطل على الناس في العيد أو ثاني يوم في العيد إن شاء الله. والناس برضو بالمناسبة بياخدوا إطلالة على الحاجة إحنا بنتكلم عنها اللي هي خاصة بالتراث، وعشان كده شادم موجودة معنا. شادم زولا بتهتم بالتراث، وعارفة أنه في كردفان في موسيقى ثرية جدا، وبالتأكيد بتحتاج أصوات توصلها. شادم مسؤوليتك كبيرة أعتقد في هذا الأمر، يعني كل سنة وأنت طيبة وأهلا بك. أهلا بك، وكل سنة وأنت طيبين، وإن شاء الله عيد الحول ما يقدم زولة ليتكو تامين ولا أمين. يا سلام. إن شاء الله نقدم مع بعض أوقات سمحة، ونقدر نوصل للناس جزء من الحاجات السمحة اللي نحن عبارة عن مرآة نعكس بنعكسها يعني. إن شاء الله. عايزين إنك تقدم أنت العيدية بالإنابة عننا، نحن كلنا قاعدين في الاستوديو والتيم الشغال لكل مشاهدينا. لا لا حبابك حاضرين. أغنية نبدأ بها مشوارنا. نشتغل قلبي، كلمات الأستاذ دكتور يحيى حماد والمليح يعقوب، وهم بيزيدونا يعني ما أعرف أقول لك مسؤولية، بيزيدونا محبة، بيزيدونا كل الحاجات. ثقة برضو. ثقة شديد. أيوة هي ذات، لو ما لو هم ما وثقوا إنه نحن قادرين ما كان نحن بقينا يعني سفراء لكلماتهم الجميلة وألحانهم الطيبة. نسمع عمل جوت هذا الريح يا أستاذ. نشقا لب الوادي
قلبي في البوادي سمحة طبع هادي سمحة طبع دارن صابين نشقا دار مبادر هي قلبي دارن صابين صابين دار مبادر هي قلبي سيدهن جابر ما غادر فيهن هادر جاسر تب ما غادر قلبي سدهن جابر كنا عليهن صابر كنا عليهن صابر جرجر صوتا هل بال عمل انجوتا سيدهن جرجر صوتا هل بال ابن طولا كسنجيه تلفولا هاي قلبي ابن طولا كالسنجيه تلفون وتبرب شكا حولا الحسن قلمي الفوق الحسن قلمي شكرا شكرا كثير يا شادن. وبأمانة كذا أنا معجب جدا بفكرة أنك حتى في تقديمك للغنى بتلتزمي ببعض الحاجات الثانية اللي هي لها علاقة بالإكسسوار الموجود مستخدم يعني شكر دفان. وكأنما أنت برضو بتقولي أنه الغنى براو ما بوصل لكن الشكل المتكامل واللوحة المتكاملة هي المفترض تكون قادر أن توصل. كردفان عندنا او كردفان ودارفور ما عندنا فنان بيجي بيغني والناس بتقعد تتفرج فيه لانه ما عندنا يعني فنحن بنقدم في لوحه مبتوره الان انه يا اخي نحن بنغني والناس بتصفق وترقص يعني كل الناس موجوده في الساحه يعني ما في زوجات ما بيجي يحضر بكان اللعب في زول بيجي طيب احنا ما نقول هي اللوحه مبتوره يعني. ولو ان انت شايفه انه هي مفترض تكون متكامله بكل عناصرها يعني حتى لكن دايرين نقول انه اللوحه بتتكامل بضيوفنا بالحديث اللي حنتكلم فيه. نبدا بالحديث عن اهميه حفظ التراث. النمط اللي بتقدمه شاهد الان هو نوع من الأساليب المتبعة لتقديم التراث مرة تانية لناس ما سمعوا يعني. وإحنا ما دار نقول إنه كل ما تقدمه شادن هو تراث بالمعنى الحرفي للكلمة لكن دار نقول إنه ده نمط تراثي مستخدم في الموسيقى الآن في كردفان وفي دارفور في غرب السودان عموما.
شنو الوسائل الثانية اللي بنقدر من خلالها يعني بروف سليمان إنه نحن نحافظ على تراثنا ونقفز بالتراث ده من مسألة إنه نحن فقط من نستمتع به إلى العالم ككل ليعرف إنه في نمط موسيقي في السودان يستحق فعلا أن يستمع عليه ويستمتع به كذلك. وحقيقة نحن نتكلم عن التراث يعني بنتكلم عن موروث ثقافي موجود فينا ومعانا وحس معانا في الحلقة دي وعايش وتحرك وكل حاجة زي الضلع يعني ما معزول مننا. يعني التراث ما معناته أنه حاجة مضت وانتهت، لا التراث هو موجود يعني عايش معانا بيتحرك وبيتنفس وكل حاجه. والتراث هو الحياه اللي احنا بنعيشها يعني، لان هو بيعبر عن حياتنا كيف ما كانت. حفظ التراث دي مسؤوليه كبيره طبعا. يعني وهي مسؤوليه بتكون على عاتق الدوله كجهه مسؤوله من الحفاظ على نمط الحياه السائد في المجتمع، بحيث انه النمط ده رغم التأثيرات الكثيرة الموجودة والوسائل التأثير الكثيرة الموجودة إلا وإن هو بيمثل ذات خاصة بالنسبة للمجتمع يعني. فأنت ذاتيتك دي بالضرورة تتابع تكون حريص على إنها ما تذوب ما تنتهي ما تتلاشى يعني وسط التأثيرات الكثيرة، وبالذات مع انتشار التكنولوجيا والعولمة والمسائل دي يعني. والشيء اللي بيحميك من إنك أنت يعني ما تروح وسط الهيصة دي فيما يعرف بالحوار الثقافي والصراع الحضاري والمسائل دي اللي هو التراث بتاعك ده. إذن الحفاظ على التراث هو حفاظ على الهوية، حفاظ على الذات من الاستلاب من إنها تروح وتذوب وتنتهي يعني. والزمن ده زمن بتاع أخذ وعطاء وتأثير وتأثر، وفاقد الشيء ما يعطي يعني. الناس ما عايزين إنك تأخذ منهم طوالي، انت ما كمان بدك تقدم يعني. الكلام ده بيدل على الاهميه، فهي المسؤوليه بتجي من هنا يعني. فهي المسؤوليه بتجي من هنا، فعبر المؤسسات الرسميه وعبر الاشخاص اللي هم حمله التراث دي لنفسهم وتنظيمه وتهيئ الفرص بالنسبه لهم والاعتناء بهم عنايه كامله. انا افتكر دي الوسيله المثلى والوسيله اللي ممكن تساعد على الحفاظ على هذا التراث، وخلق مؤسسات يعني مؤسسات انها ممكن من خلالها يتم تجميع التراث ده ويسهل حفظه، وبعد ده ممكن يكون دراسته ويكون تحليله وتطويره، ومن ثم ممكن يكون نشره كمان للعالم الاخر يعني. يعني في مساله القرى التراثيه، القرى التراثيه دي موجوده في العالم يعني، ونحن حقيقه كان سعينا في الخرطوم عاصمه الثقافه العربيه 2005 انه نعمل قريه تراثيه في السودان هنا مركزيه، وبعد ذاك ممكن تكون في قرى يعني متفرع منها في الاقاليم. وحتى اتذكر كان والي الجزيره ساقنا من هنا لما لقينا فرصه مع ناس الخرطوم هنا، اي حته نابشه يقول لا دي حقتها. عملتوا فيها عملتوا فيها يلا ادانا غطا مبارونا ووريناه كل الناس التراثيين السودانيين يعني المتخصصين. مشينا وادينا راينا وقدمنا اوراق يعني وتصورات يعني عن قرى تراثيه موجوده في العالم في ايرلندا وفي حتات مختلفه يعني. يعني مغرب طنباران ممكن تكون قريه تراثيه قوميه، وبعد ذاك تتفرع منها قرى ثانيه في الشرق في الغريب في الشمال في الجنوب وفي الوسط وهكذا يعني. نعم. طيب بروف، يعني انت يبدو انك مايل للاسلوب المتعلق بانه احنا نقدم قريه تراثيه تكون هي زي ما نقول كده شيالة الحلاوه يعني. نعم. تتفق معاه في المساله يا دكتور؟ طبعا دي الى اي مدى يعني؟ نعم، خلال الحديث حديث واضح جدا طبعا. باعتبار ان التراث هو تقدر تقول الامر الشامل للحياه نفسها، وبالتالي بتجد صحيح قد يختلف كل مبدع من خلال نظرته الخاصه والسياق العلمي من مبدع لمبدع يعني. البروف استاذنا اخونا اسماعيل وزول الاخ صديق، هو بدا حياته كزول الفنان رسام، لكن بعد ذاك طور الحياه دي لاعلى المرام العلميه كاستاذ في الفلسفه واستاذ في تاريخ الفن، ويمكن يكون اصبح الان رمزيه الناس بتعود لها في كثير من الاشياء. بتجد نفس الصوره اخونا الحلاج هو كمسرحي الان بتجد انه مشاهداته او مساهماته كبيره جدا، يمكن يكون في المسرح في غير المسرح في الحديث. بنجد حتى اخوتنا الصغيره المبدع شادن وهي حكامه، لكن طبعا حكامه دي ما بعيده، هي طبعا زوله من الناس تخرجت بشهادات علميه جامعيه ومعتبره جدا، لكن هي رؤيتها انها التراث طبعا. ولذلك لو قلت لها دايره تشتغل
ويدوك الحيطه ممكن يكون مسلم عليك. ففكرت في المساله بتاعت التراث الان هي ماشيه فيه. يحيى مدخله طبعا روايه وشكل كثير كده بعض الاشياء ودخلنا فيها، لكن بتجد كلنا نحن وغيرنا من المبدعين في التراث او التراث هو الهدف المشترك، هو هم مشترك فيما مشترك بين الناس كلها وكل المبدعين. نعم بالنسبه ودي اهميته التي تحدث عنها اخونا البروف. نعم طيب المساله دي الرؤيه الحقيقيه الان للتراث بتختلف لناس كثير حتى على مستوى الدوله. الناس بتفكر ان التراث ده مساله خفيفه او مساله هامشيه او مساله في المجتمع وخلاص بتنتهي، لكن التراث في الاصل هو المفترض الان انه يكون المساله الاكبر في كل صياغه بناء الدوله نفسها، ناهيك ان يكون المجتمع والحياه الصغيره والثقافات والمساله دي، باعتبار انه الكادر او الرجل التراث المعروف الحقيقي هم غله، يعني هم مهتمين بالتراث وبالصعوبه جدا تقدر بديل له. يعني نفس الخمسه الاربعه اللي قاعدين الحدثين اي واحد ممكن يكون من الصعوبه جدا ما حيكون بديل للاخر، ودي حاجه جدا اي واحد علمه مشاهداته وخبراته وتجربته مختلفه، لكن في المدارس في الناحيه الاكاديميه في كثير جدا من الصياغات الاخرى انتاج الابداع تجد الناس بتلقى البديل، لكن في التراث ما حتلقى البديل. لذلك انه انا في تقديري الاهتمام المفترض يتم باعمال الرموز ومحاوله الحفظ على، لان الناس اللي احنا بنسمع عنهم زي ما ذكرت في الواقع ما حتجد لهم بديل. طيب دكتور يعني متى ما غاب الان بتجد كل ما غاب مبدع بتجد انه التراث غلى. بتجد التراث زي ما في المقولة المشهورة يعني بمستوى زول المبدع نفسه وجوده هو الفاعل، يعني أخونا الحلاج أخونا دكتور بروفيسور وجود الفنانة الكبيرة وجوده المستمر ده بتجد أنه التراث موجود في المجتمع. متى ما حصل واحد حتى لو جات حمى، يعني حصل طالع لي سنة مريض، بتجد أنه كثير جدا من المسائل نزلت أو تكاد تكون تنتهي لولا وجود بعض الإخوة اللي بيكونوا قريبين او دارين منه، ودي طبعا ربنا يديك العافيه. طيب استاذ حلاج، يعني في اشارات الان التقطناها لانه في محاوله المحافظه على التراث بشكل مستمر وتاكيد على اهميه التراث، لكن الان لما جينا نتكلم عن التراث في حاجات الان اختفت والناس بتحاول انها تستعيده تحافظ عليها مره ثانيه. الامر ده بتنظر له كيف انت يعني، وشو المجهودات اللي ممكن تكون بتصب في سبيل المحافظة على التراث الموجود الآن واستعادة ما فقد؟ والله بداية في مستشرق فرنسي اسمه جاك بيرك قال التراث هو الماضي يحادث الحاضر عن المستقبل. وأي أمة من الأمم بتلقى رقبتها في إبداعها، ونحن حفاظا على هذا الموروث وترسيخه مفترض تكون في جهود مبذولة على نطاق السودان. على سبيل المثال هنالك عدد كبير جدا من المعلمين والمعلمات في هذا الريف العريض، يعني من مفترض جزء من المهام أن المعلمين دول يساهموا في جمع التراث في القرى في الوديان في كل المناطق القصية البعيدة، لأنه في عدد هائل من الكبار يحملون كنوزا معنوية في الحكم في الامثال في شكل الغناء. يعني انا اديك مثل، كنت انا قبل 30 سنه مشيت منطقه ام ضبان اللي هي جم سودري، وجيت لقيت فن اسمه الاردوي بيأدوه الناس فوق السبعين، اذا ما حصلناه قد ينقرض. في هسه في حزام البقاره يعني الاستاذ شادي بتبدع ابداع لا تخطوه العين، وهي من اسره لها دور الكبير، يعني هي جدها الناظم ولد الجبوري، ويمكن زمان حتى في التراب يقول لك ولد الجبوري نصه، ولد الجبوري نصه لما التراب اتسع يعني هو قام نحر عدد هائل من الماشيه وعمل فيها الشغل بتاع المناصيص جاي من دارفور تداخل ثقافي حتى في المطعمه، هو كميه كانت يعني كبيره جدا، الدهن بتاعه نقط لغايه ما الارض اتلبكت، حاجه ما سهله. فنحن عشان نحافظ على هذه القيم وعلى هذه الموروثات العظيمه جدا، انا مريت في كثير من الاحيان، التاريخ في كثير من الاحيان قد ما يكون حقك، فرض عليك غزو جهه اجنبيه لكن ده موروثك نبضك احساسك دفقك شعورك، فبالضروره الحفاظ عليه يتم بمسؤوليه
ونحصل حبوباتنا ديل ونحصل جدودنا ديل قبل أن يتساقطوا كأوراق الخريف. الله يديك العافية. أو في الصيف. طيب شادن، يعني الكلام الآن بالمناسبة بياخد منحة مخيف كذا، 200 خفتي وانت بتقدم الأعمال التراثية؟ 200 خفتة وانا بقدمها؟ قاعدة أخاف بس لما أقدمها لناس يجهلوا القيمة تحت الحاجة اللي أنا بقدمها. يعني وأنا جيت من بلد فيها فنون، ودي حاجة نحن محترفين بها والعالم كله عارف إنه مثلا كردفان ودارفور أو أي منطقة لها تراثها، كردفان ودارفور من أبرز المناطق في السودان اللي عندها تراث ثري يعني. وأنا بغني في بلدي أكيد الوضع بيختلف من هنا، أنا بجي المدينة هنا يعني. ففي المدينة أنت بتجي تغني لك ليزول الغني أنت بتكون اجتهدت فيه كمفردة، اشتغلت فيه على مزيكا، اجتهدت شديد، بيجي زول يقول لك والله يا أخي رضانتك قريب خلاص، فبيهبل لك بالموضوع شديد. فبالتالي هي مشكلة كبيرة بتاعت هوية أصلا، مشكلة كبيرة جدا بتاعت مفردات محلية. يعني الزول الموجود السوداني ده، البني آدم السوداني ده لازم يفهم إنه معرفتك للغاتك أو لهجاتك المحلية ده شيء يعني بيحترموك به الناس. والكلام ذاته بالمناسبة في الأغنية هو العظم، يعني الكلام فيه ما لحن برا الأغنية، يعني عشان كده هي متناولة قضية في موضوع جواها. لو جينا ما دارين نقارن الغنى بتاع المحليات بالغنى بتاع الوسط والمدينة اللي يزعموا إنه هو الأفضل، أبدا. دي أغنية بتمسك موضوع محدد، أيوه، بتضيف لك مفردات تستخدمها يعني بشكل مناسب، أفضل لك من إعادة وتكرار الكلام الواحد. دي من ناحية. الألحان المتباينة الموجودة في كردفان ودارفور بتكسب أي فنان في الدنيا دي قدرات أدائية يعني. الأغنية اللي حتقدميها الآن شنو؟ بدون راقصين. بدون راقصين. حنغني شنو؟ حنشتغل عمتي كدندايا. كدندايا كل زول براية. اها مثل لا. في ترى الحمر. طبعا. كدندايا قاع أهلنا الحمر، هي كلماتي وألحاني برضو. التحية لكل أهلنا في دار الريح وفي كل كردفان إن شاء الله. هيا عمتي بدر بيتي وين طبقي، انا طبقي عند جارتي تكرس فيه. عمتي بدر بيتي وين طبقي، طبقي عند جارتي تكرس
جميل. الإيقاع ده اسمه شنو مشاري؟ اسمه كدندايا. كدندايا الإيقاع ذاته؟ أيوة الإيقاع اسمه كدندايا. أيوة. طيب الإيقاعات دي بالمناسبة أنا بلاحظ أنه في إيقاعات كثيرة جدا مشتركة ما بين الشعوب. وأعتقد أنه لا علاقة قوية جدا بالموسيقى اللي بنلقى مزاقة مختلف من مكان لمكان ومتباين وقريب لبعض من مكان لمكان. ده محور دارين نتكلم عنه، لكن مشاهدينا بعد فاصل قصير نعود لمواصلة هذا الحديث، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة ثانية كل متابعينا ومشاهدينا، نواصل حديثنا. يبدو أنه شاهدين عندنا كلام دار تقوله للفرقة الموسيقية وعندنا أغنية بنحاول نتفق على، لكن قبل ما حنديكي فرصة دقيقة كده تفكري في أنك تغني شنو. قبل أنا طرحت سؤال حول الإيقاعات الموجودة في السودان وليها تأثير وتأثر بدول الجوار، يعني من ثقافات وعادات وتقاليد في 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 اتصال في تأثير وتأثر، والموسيقى لابد أن برضو يكون عندها نوع من التأثير والتأثر كذلك. بالنسبة للإيقاعات الموجودة والبتغني بها شاهدين على وجه التحديد يعني، والآن بتحاول أن تقدمها، إلى أي مدى يعني التأثير يكون واضح فيها؟ طبعا كلام المزيكا ده بيعرفوا ناس المزيكا، في ناس متخصصين في المزيكا وفي الإيقاعات يعني، لكن بمفهوم عام بالنسبة للثقافة من حيث إن هي البيئات اللي أوجدتها يعني، وبتشابه البيئات بتشابه المجموعات السكانية بتشابه الحركة الاجتماعية إنه ممكن تتشابه الثقافات في ما بيناتها وكده يعني. نحن يعني في دراساتنا والكلام اللي بيقولوا الناس بتاعنا التاريخ بتاعنا الحضارة عموما يعني بيقول لك المسمى بتاع السودان ده بيبدا من الحبشه يعني من المحيط الهندي لحد المحيط الاطلسي، ده كله كان اسمه السودان اللي هو بلاد السود يعني. وبعد ذاك جه اليونانيين سموه اثيوبيا سموه الحبشه. بالتالي الحركه كانت دائبه هنا. طبعا الطبيعه ما كانت نفس الطبيعه الحس الموجوده يعني، حس المنطقه المتصحره دي سواء كان في شمال السودان او شمال كردفان او شمال دارفور او حتى الصحراء اللي هي الصحراء الغربيه دي تحس فيها يعني اثار بتاعت ديناصورات وافراس بحر، معناته المنطقه دي كانت منطقه بتاعت مستنقعات، منطقه غزيره جدا جدا يعني. فبالتالي الواقع الجغرافي يعني كان بيخلق نوع من الحركه والتداخل ما بين الشعوب بتاعت المنطقه دي، يعني في حركه دائبه جيئا وذهابا، وبالتالي في التاثير والتاثر ده كان موجود بيناتهم يعني. ده من جانب يعني خاصه بالنسبه لنا. في عبد الهادي الصديق عنده كتاب مسميه حزام السافنا اللي هو بيبدا من المنطقه بتاعت الصومال وجيبوتي دي وبيستمر لحد ما يصل المناطق بتاعت موريتانيا ومالي والحتات زي دي يعني. ايوه فيلا ده بيقول انه يعني حتى الايقاع بتاع التمتم واللي هو ده اساس للايقاع بتاع الدلوك اللي ناس الموسيقى طبعا بيكونوا عارفين المساله دي وكده يعني، بيقول انه دخلنا ثلاثه النساء والنساء ده من غرب افريقيا وحتى ذاكر اسمائهم فلان وفلان وفلان كده يعني. بالتالي في تاثير وتاثر. يلا برضه في كلامهم بيقول انه يعني زي الطنبور ايوه برضه اصل اللواري ايوه سواقين اللواري الحركه هي والثقافه دي بتسافر يعني بتجيك مع البضاعه كويس بتجيك يعني مع التجار المسائل دي كلها يعني في تاثيرات زي دي يعني. يعني مثلا عندك زي الطنبور لكن التاثير اعتقد انه هو قديم شويه نوعا ما لا اقدم يعني اكثر مما نشهد الان يعني. لا 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 ما كثير. طيب استاذ حلاج يعني لمحت وين التاثير والتاثر بشكل كبير جدا في موسيقى غرب السودان في كردفان ودارفور؟ والله شوف هسه اخونا الاستاذ عبد القادر سالم هو سفير نوايا حسنه في كثير من الحين لما هو يعبر الى اوروبا قال لي ان البلد بيكونوا مشدودين جدا لثلاث حاجات للمردوم والكيسه وافتكر حاجه ثالثه افتكر الكرن. فيوك ده تنوع بتاع ايقاعات. ولكن في السودان انا كنت في دارفور مشيت اشتغلت في معسكر ابو سوق مع منظمه عن التعايش السلمي ولاحظت وجود الكنين
مش كده يا سليمان؟ الكنين اي الكنين هم اساسا جذورهم هم من المغرب الكبير، هم طوارق. طوارق هي من الملثمين. من الملثمين. ايوه نعم. يمكن نحن زمان كنا بنسمع ناس الغيوان وجيل جلالة موسيقى بتجينا من المغرب، وكان بشدنا جدا 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 الخماسي بشدنا كان. والسباعي برضو البيت بحزام البقارة عندنا كان بشدنا. فبرضو أنا فكر ده كان في تداخل عبر الصحراء الكبرى. والموشحات ذات عبد الجلسان نتكلم عنها. جدا. يعني دي كلها كان ليها أثرها في خط الإيقاعية. البوشان موجود في الغريب، موجود في مصر، صيد مصر. يعني تلقى حاجات يعني كثيرة. حتى الربابة. الربابة يعني مكيكي. يعني كانت موجودة في صعيد مصر يعني. الكنين في أماكن كثيرة بس أسماء مختلفة. يعني في رقصة السيف ده أحسن ناس بيرقصوا السيف موجودين في السودان، هم ناس يشاركوا البيجي. لكن بس الاختلاف إنه البيجي هناك بترقص المرأة بتشارك في الرقص، هم ديل ما في مرأة بتشارك. طبعا دي فيها ذات أقوال مختلفة. ما عايز أنا أطلع من المغرب أمشي معك معليش. يمكن حتى الإثيوبيين تطرقوا للمسألة من مقديشو إلى داكار خط العرض يعني. أنا أفتكر في حاجة، أنا كنت في إثيوبيا برضو في عمل، مشيت مع منظمات، لقاني دول إثيوبي كان مفتون جدا بأستاذ محمد ولي. قال لي يا أخي اسمه هو هسه هنا في منظمة في الخرطوم، قال لي يا أخي أنا لو اخترت أو انتخبوني رئيس لجمهورية إثيوبيا أول قرار حتخذه حأعمل استاد باسم الأستاذ محمد ولي. قال لي لأنه ربط الوشائج. وهم في زاني أستاذ اسمه عمر طاهر روائي من النوبي الشمال، قال بأنه يعني هو نوبة ابن حام ابن نوح، وهم كوش ديرك يعني كلهم كوش. كوش ابن حام ابن نوح، يعني التداخل ده قديم. الإرث ده قديم جدا في الحبشة. الحبشة دينا ناس بيقولهم نحن الأفارقة ابن كوش. كوش في جيمة دي أفضل بن قالوا. وحتى ناس الجزائر دي مرة قدموا فرقة شعبية في الجزائر واتكلموا عن الأهداف بتاعتهم، قالوا احنا عايزين نحيي تراث أجدادنا النوبة ده في الجزائر. لاحظ فهي في التداخل ده يعني موجود بين الشعوب دي ومنذ زمن تاريخي قديم جدا جدا يعني. طيب. صراحة شادن نرجع لك قبل ما نواصل حديثنا، نستمع لأغنية المانجا كلمات داود مؤمن والحان استاذنا المليح يعقوب. انا والله خلوني اشكر الناس اللي بيتعاملوا معي اللي هم الشعراء اللي انا محظوظه بهم شديد، اولهم دكتور يحيى حماد اكيد، المليح يعقوب وداود مؤمن. الناس اللي بيجوا يحضروا بروفاتي حتى يعني الواحد بيخسر بيضيع في زمنه وبيجتهد شديد ويجي من مسافات بعيده جدا عشان يجي ويحضر كيف الغنى ده حيبقى. يعني تخيل لي دي ما حاجه قاعده تحصل لكل الفنانين اصلا. يعني انا محظوظه جدا بهم وان شاء الله انا اكون قادره اوصل صوتهم لكل العالم، وده اكيد ده مشروعي انه نوصل للناس انه السودان ده هو بخير وحتى كل حاجاتنا بخير قادرين نقدم شيء. نستمع الان الاغنيه الجايه اللي هي شنو يا شادي قلنا المانجا. حنشتغل المانجا اللي هي كلمات داود مؤمن والحان دكتور صح حافظ. Ay, 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 ay
تتم احلامك هنا خرايك زين هنا خرايك زين هنا خرايك زين زي هذه الحمامة وهي همزة قديم برا السمحة فيها الشام عزيزي حالي كلام تدل فوق الدار يا تدل فوق الدار تدل فوق الدار تبقى برد سلام وباهي يا همزة قديم برا شكرا جزيلا عودة لك دكتور يحيى ومن ضمن المحاور المفترض نتكلم عنها محور يتعلق بمسألة الإدارة الأهلية ودي الحالة المشتركة في السودان برضو يعني يمكن تكون نمط تراثي برضو موجود في السودان متشابه يعني في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب في أماكن كثيرة أيوة موروث ثقافي خصوصا أنه في طقوس احنا عايزين نتكلم عن الطقوس الخاصة بالتنصيب بالنسبة للشرتاي السلطان الناظر المك أي العمد الرس برضو أو زعماء العشائر بشكل عام يعني أي طيب دكتور يحيى والله طبعا ما قولك الإدارة ده شغل كبير كبير جدا ويحضرنا القول إنه يمكن يكون في آخر الدراسات إنه اللي اعتمد على مستوى العالم إنه الولايات المتحدة الأمريكية استفادت كثيرا من دور الأهلية تحديدا في دارفور وانتقلت الآن تدرس هذه الدراسات في الجامعات الأمريكية وده بيديك الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة الأهلية
في الضبط الاجتماعي في المنطقة نفسها. الإدارة الأهلية في دارفور تحديدا أو كردفان قد تختلف من بعض المواقع الأخرى تأثير المدن أو تأثير المدنية وكذا، وتجد أنه هنالك الآن الاعتماد الكلي هو على المسؤول الإدارة الأهلية في المنطقة. لذلك بتجد أنه التنظيم قوي جدا، تنظيم الإدارات الأهلية، ولا زال حتى اليوم تنظيم قوي جدا، وبتجد أنه بيوتات الإدارة الأهلية تكاد تكون هي تعتمد عليها العشائر في كثير جدا من القضايا، في كثير من المشاكل التي تحدث. حتى مؤخرا ما دار من قضايا نسبية نتيجة للمسألة بتاعت التعالي الثقافي وحصلت الإشكالات، بتجد أن المسألة لتغييب الإدارات الأهلية نفسها، تغييبا من مسرح العمل بتاع الإدارة الأهلية الفعلي للناظر للشرتاي. ودي بالمناسبة هي منظومات كبيرة جدا، بتجد أنه البدو أسماء مختلفة مثلا من الناس اللي في الغرى، وبتجد كل اسم أو كل ناظر مثلا بيكون قريب للمسألة بتاعت الحياة في المنطقة، الحراك اللي بيتم من خلال الترحال والمرحال بالنسبة للمجموعات البدوية، وكذلك المجموعات اللي بتكون مستقرة في القرى. فبتجد أنه كل شخص بيختار مناسب للقرية المعينة أو للبادية المعينة، ولذلك بتدخل كثير جدا من التنظيمات الأخرى، يعني ليست هي فقط الطقوس اللي بتتم هي للناظر مثلا والقوة المادية مثلا شرطة الخاصة أو الخفصر أو كل الناس مسؤولين. بتجد أنه هنالك في المجتمع كثير جدا من المجموعات الأخرى لها دور كبير جدا، الحكامة مثلا بتاعت الهداي، المسألة بتاعت أنه الجرداقي، كل هذه المجتمعات بتشارك مشاركة فعلية في عمل الإدارة الأهلية. الفزع بتكون مجموعات بتقوم به، في مشكلة حصلت في المجتمع الفزع بتكون مجموعات كبيرة جدا بتقود هذا العمل، على رأس ممكن تكون الحكامة، وفي بعض الأحيان دور الحكامة في مثل هذه القضايا بتكون أكبر نفسها من المسألة بتاعت الناظر أو حتى العمدة. يعني الكلام اللي هي بتقوله مثلا فزع لحرب لسرقة تمت، بتجد دور الحكامة هو الدور الحقيقي والدور المفصلي بالنسبة للمجتمع كله، يعني ليس هو هنالك دور ناظر مثلا أو عمدة حاجة يقول كلام يتجاوز الحكامة في دوره هنا. بنجد إنه زول مثلا بتاعت السنجاكي أو الزول بتاعت البوشان ده برضو دوره كبير جدا بالنسبة لتفعيل القوة الحقيقية اللي بترد الفزع اللي بيتم، ومجموعات كبيرة جدا حتى جمعات الطفولة في أشكال المختلفة. بتجد إنه العمل اللي أقرب للطقوس الجعفرية منذ قديم الزمان هي موجودة، بتجد إنه في ترتيب معين للأطفال، ترتيب معين للشباب، ترتيب معين للناس الكبار. وقبيل في الحديث قالت أخوتنا شاهدين إنه ما في زول في الماء في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ المدى بكون واقف، كل الناس بتلعب، يعني زول عمره 70-80 سنة بتلقى داخل وبيلعب، يعني ما تبعد تسأل لو جيت المنطقة هناك المنطقة الغربية في دارفور حتى جينا أنا وأخوي سليمان إحنا من دقة متقينا هنكون خاشين مع الناس، لأن لو قعدت برا أبخلوك وممكن تتحاكم، يعني لو كنت تتفرج جلسات ممكن تتحاكم. دي هي مسألة المحاكمات دي، يعني دي الحياة اللي أنا بفتش عنها الآن، يعني ممكن تتحاكم، والمحاكمات دي موجودة محاكمات هي صورية لكن فعلة درجة الليل يعني تجد مثلا بتاعت درجة الليل، درجة الليل والشاهزة، درجة الليل ده شنو؟ يعني دائما الغناء بتاع الناس الكبار في السن نساء ورجال كبار في السن يغنوا غناهم براهم اسمه درجة الليل، بيذكروا شبابهم وأيامهم حنين للماضي، حنين للماضي، نوستالجيا، حنين شيء جن. طيب عشان ما ننسى تجد صورة حقيقية للمحاكمات، يعني صحيح هي عمل اجتماعي فرايحي بين المجموعات الكبيرة لكن جاد جدا، يعني أي زول بتجاوز العمل ده مثلا تلبس نعم تلبس ليك مثلا سفنجة هتتحاكم، الآن يعني تلبس سفنجة أو شباب في سوق هتتحاكم، بل حتى الناس الواحد يشيل دليب، تعرف الدليب؟ أيوه الدليب اللي تلقاه في السوق إنسان يمسكه ويمص ويأكل، يعني زي واقف على طوله يأكل أقرب للقرد بيمسكوك بيحاكموك، أنت أسيت المجتمع او المجلس حتتحاكم. الكوبايه دي ذاتها لو ادوك لها دي مسكتها بالقلمه ولا مسكتها فيها حتتحاكم. شكل المحاكمه شنو؟ طيب دي كلها دي مثلا دي مواد الادانه، يعني لو جاز في لكن المحاكمه دائما بتكون شنو؟ يعني بتمشي نفس النمط، يعني ممكن يكون الجلسه فيها مثلا عمل كبير جدا للشاهد، جلسه شاهد كل القرارات بتاعتها دي حتقوم بها انت مثلا
هتقوم بالغرامة كل الناس دي 100 150 نفر موجودين هتقوم بها انت الضبيحة احيانا برضه بتتطلب ضبيحة انك تضبح التور. جميل. يعني ما بخش في مثلا انه السجن وحاجة لكن بيحاكموك من نفسي التفاصيل المجتمع نفسه يعني او يقول لك مثلا تتكلم وبالمناسبة دي اصعب زول اصعب حاجة انه يقول لك ما تتكلم اي نعم انت زول حكامة او يجي مثلا زول جرداقي او شاعر يقول يا اخي انت والله محكوم عليك ما تتكلم في 3-4-5 جلسات ده حيمسك راسه يبكي حيبكي وحده بتعب شديد جدا نعم. لان مثلا طبعا بكون بتهز في مشاعره وتكون فقد في كثير وهكذا الدرجه اللي عندها شغل كبير جدا بتاع فضل النزاعات الاهليه من خلال الرواكيب من خلال النظم الاهليه المعروفه المتبعه بالاجاويد باشكالات كبيره جدا وده عمل كبير انا افتكر انه لو الناس يوثقوا له بصوره افضل انه يكون شكل براه لانه ما عمل كبير جدا جميل وله عدد كبير جدا ان شاء الله. شاهد حضرت تنصيب عمده او ناظر او طبعا شرطة شنو الطقوس الموجوده يعني؟ والله لفتت من الحاجات اللي بتلفت الانتباه انه هو ذاته بيتنصب بدعم المجتمع هو المجتمع يعني ما زينا نحن انتخابات وقصه وكده يا اخي هو ذاته من شده ما هو بيكون كريم ومن شده ما هو بيكون عنده اخلاق عاليه يا اخي بيفرض علينا نحن نقول نعم انه يكون هو عمدانا ولا نعم يكون هو الشيء الشرطاي او ايا كانت ايا كان المسمى فسلوكه هو اللي بيحتم علينا ان نسمع رايه وكلامه كثير جدا الناس ما قادره تفهم انه الزول اللي بيكون عمده ده يا زول الزول اللي بيكون عمده ده نحن بنحس انه زي ما بتلقى فيه غلطه اصلا اساسا يعني زي الزول لما يكون منتخب بشكل محترم ومخطوط عشان يجي يقول مثلا زي الدكتور لما يجي يعالج ده طبيب عارف انه حيعمل معك شنو هم مفوضونه بكل ثقه انه حيجي ويقدم الحاجه دي التفويض ذاته انا غنيت في كم تتويج يعني كل الحكمات اي حكمه بتجي تتكلم عنه هو عن جده وعن جد جده وعن جده بشكل طبيعي هناك الحاجه زي متوارثه يعني جدك هو العمده وجد جدك وجد جد جدك كده لا هي الاداره الاهليه والشغل بتاع العموديات والشرتاي الا بكون بالوراثه عمده ودعمده ودعمده او مرات ما شرط ما شرط مرات ما شرط اخوه قريبه يعني ممكن اخوك ممكن من اسره ثانيه خالص الزول يكون هو جدير بالمكان ده ما عنده علاقه بانه في ناس بيواصلوا في عشيرتهم في اسرتهم يعني لكن في اخرين لو قاعدين في مناطق ثانيه ممكن يكون ود العم ممكن يكون ود الخاله ممكن يكون لكن الزول يكون جدير بس بالحكم ده باتفاق ما بين الناس اي الناس بتعمل له يعني يمكن يكون في اسبوع كامل في ضبائح وفي غنى وحكامات يقولوا فيه كلام سمح في اخلاقه في سلوكه في حاجاته التتويج ذاته هو ذاتك انت لما تجي تسمع عن تتويج الشخص تزك بتحس انه ما زول طبيعي بتحس انه ملائكه من خلال الكلام اللي بتسمع من الحكامات او الجرداقين او الهدايين او النازل فحاجه جميله شديد واي زول بيجي من القبائل الثانيه بيجي شايل تبقي شايل لك تور ده بيجي شايل لك يعني أيوة امتزاج أيوة. وتواصل بيناتهم هم ذاتهم ايوه حتى الاهل الغير يعني يعني تمت مرأة عمدة هاي تم تصنيف مرأة عمدة وده بقول لك إنه على مستوى في مرأة عمدة الآن نعم في بعض المواقع نعم ترقت فيها المرأة ونصبت كعمدة وتحكم لكن دي بتكون شيء يكون استثنائي أو يكون شيء نسبي لكن بكون لها دور كبير يعني لا عمدة منطقة عمدة مدينة عمدة مدينة منطقة لكن ما عمدة قبيلة يعني نعم طيب عندنا فاصل لأنه من قبل من كنترول بيقول لي دارين فاصل قصير نطلع الفاصل ونرجع نواصل حديثنا أهلا بكم مرة ثانية كل متابعينا ومشاهدينا في قناة الشروق تواصل في حديثنا وهذه الفترة المفتوحة برفقة ضيوفنا وقبل شوية شاهدين قبل الفاصل كنا عايزين تغني لنا لكن الإخوان طلبوا فاصل قصير بعد الفاصل قالوا دارين أغنية من شاهدين الأغنية جاشنا حنغني الدلالي 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 ده زول اللي بيزعم الرئيس يعني زي البوس كده في الرئيس المتقدم للرئيس القائد ايوه قائد الرئيس قائد ايوه قائد كلمات والحان انا شادي اهي لا مش شادي يلا يا شباب
بدكان يا ناس الضحك
جزيلا. شكرا. طيب قبل الأغنية دي وقبل الفاصل تكلمنا عن بعض العادات والتقاليد اللي علاقة بالتنصيب والتتويج للشتاء والعمدة وكذا. طيب في الأفراح والأتراح في عادات برضو تراثية لا علاقة به بالمناطق اللي بنتكلم عنها في دارفور وكردفان، شنو الحياة اللي بتلمحها بروف سليمان في الجانب ده؟ يعني والله في الثقافة السودانية عموما سواء كان في الشرق أو في القريب أو في الوسط أو في الشمال أو الجنوب، بس أنا حس الجنوب الجديد ما أعرفه بالتحديد اللي قال لي وصف ما أعرف وصفه يعني، لكن المهم بيكون في somewhere بيكون الجنوب. يعني في كثير جدا من المشتركات الثقافية بين المجتمعات السودانية، والناس يعني حتى في دعوام وفي العيد بالذات يقول لك نتلاقى في الأفراح والأتراح، يعني كأنما الحاجتين دي المربوطات شنو يعني مع بعض كده يعني. وبالتالي يعني بيكون في كثير جدا من أشكال الاحتفالات والممارسات الثقافية بتكون مشتركة بين الناس يعني. يعني صح أنه ممكن يكون في اختلافات حسب المواد مثلا أو العناصر المتمارس، لكن الممارسة ذات بتكون موجودة. يعني بمعنى آخر أنه يعني قلب الثقافة دي واحد، لكن المظهر بتصرفيه بيكون بيختلف من منطقة لأخرى يعني بالمعنى ده يعني. فمثلا عندك الأعراس، في الأعراس في كثير جدا من الممارسات بتكون مشتركة بين الجماعات الرعوية في السودان وبين الجماعات الحضرية المستقرة، يعني سواء كان في المدن أو في القرى الكبيرة تلاقي في حياتك يعني مثلا زي رئيس العروس مثلا موجود، مسألة الحنة بتكون موجودة، الجرتك بتكون موجودة، المسائل دي عن الممارسات دي، وتلقى حتى في غانا مشتركة يعني. يعني ممكن يكون في غنى الأغنية بتاعت عريسنا ولد البحر مثلا، هي دي منشأة شمال السودان طبعا مش كده، لكن ممكن تكون منتقلة في مناطق ما في بحر ذاته، يقول لك عريسنا ورد البحر وشايل جراد النخل وما في نخل هناك ذاته، لكن يعني الحس والشعور يعني بتاع الفرح هنا بيكون واحد. يلا بيكون في المأتم برضه بتكون في حاجات مشتركة، يعني زي الفراش، يعني كل الجماعات السودانية افتكر انها بتمارس المثل بتاعت الفراش يعني، يعني بتفرش الزول المريض وكده يعني. بعد ذاك في حاجات يقول لك السبوع، يقول لك ما عارف ليك يعني في حاجات زي كده. السبوع ده السبوع ده يعني لا 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 يعني مثلا الزول بعد ما يتوفى زي الأربعين يعني، ايوه زي الأربعين كده يكونوا مثلا يمشي له، لكن السبوع ده حق العريس والمناسبة هاي كلامك صحيح مش هذاك الأربعين هاي هاي هالأربعين بتلقاها موجودة، الكرامات بتلقاها موجودة، البليلة بتلقاها برضها يعني موجودة. في حاجات طبعا بيفرض علينا الدين يعني يعني زي الحبيس الحاجات بالشكل، طبعا دي مسائل شرعيه يعني بتكون متوافره في كل المجتمعات السودانيه، لكن بتلقى في الافراح في ناس يعني يقوموا يتبرعوا لك باموال بحيث انه يدعم الزول صاحب الفرح ده. تكافل يعني تكافل يعني جانب التكافل ده موجود يعني في الافراح موجود يعني. والحاجات بتتبع له زي النفير ايه ما عارف ايه المسائل زي ده يعني. برضه في الفراشات برضه تلقى الحكايه دي موجوده، يعني بيكون في كشف كده يعني محطوط في حته ما، الناس مش بيدفعوا بس انه يساعدوا الزول المتوفي ده بالنسبه لاسرته والزول صاحب المعتم ذاته، كذلك هناك الزول بتاع الفرح بتاع يعني برضه في زمان طبعا المساله بتاعت الشوبش دي شافوها شويه كده فيها نوع من فيها نوع من كشف الحال كده وشويه يعني اصبح الدفتر واصبح القمطه دي في الجيب دي يعني في حاجات زي دي كده يعني بتكون برضه هتكون مشتركة. في الزيارات اللي بتكون متبادلة بين الأهل والأقارب والأصحاب وكده في اللحظات دي يعني الفراش هو ثلاثة أيام حس مرات اختصروا له يومين، لكن بعد ذاك في مناطق بيستمر سنة، أنت سنة بتستقبل الناس من مناطق بعيدة جدا يجوك، كذلك الفرح برضه يعني في ناس ما حصلوا العرس لكن يجوك بعد فترات طويلة جدا عشان يجوا يباركوا لك العرس وكده يعني. ففي مشتركات يعني. طيب بالنسبة للأمثال أستاذنا حلاج، اي شعب عنده تجربته وعنده فكره الشعبي يعني المتوارثه ابا عن جد كده يعني. فالامثال انا قبل فتره كان تقريبا قريت لي كتاب كده كان طبع ضمن مطبوعات هيئه الخرطوم للنشر، كتاب بيتعلق بالامثال السودانيه، مجمع الامثال السودانيه فيه 113 ألف
مثل سوداني مجموعين في في الكتاب متكون تقريبا تقريبا ثلاثة أجزاء. شيخ بابكر بدري. شيخ بابكر بدري. فالحاجة دي يعني بتلفت الانتباه لأنه نحن عندنا موروث كبير جدا يعني. بالنسبة للمنطقة الجغرافية إحنا بنتكلم عنها الآن كردفان ودارفور. الأمثال عادة بتميل للتوصيف بهذا الشكل يعني. والله طبعا لأنه المجتمع هو مربوط بالزرع والضرع. عشان كده أغلب الأمثال بتكون مربوطة بالحيوان. مربوطة بالمطر. ولا حرع حرع لنقرع ولا خل المزارع زرع يعني ده يعني كأنما يعني ما يعني السحاب ما شايل مطر يعني دخل يعني دي في زراعة مثلا يقول لك مثلا أمطيطي في امطيطها اللي هو جنو تاني عيد أمطيطي في امطيطها السجن في رمادو تاني مثلا يقول لك عوض عوض الحمار قيده شاهد العجيب المثل يقول لك اخر الزمن علماها ياكلوا بلماها يجي ظلماها ياكلوا بلماها وعلماها لا من تبقى زي البليله وماها البليله مويته بالفرزن ما بيفرزن احس الشعب ده خطير هو عنده حياته والمثل ذاته يعني ومرات بيتبعوا حاجات تانية اللي هي مثلا زي الأقوال المأثورة أو المجتمع بيفرز حاجاته يعني أنا قريب كنت في اجتماع كبير مع أبناء النهود في رمضان الفطور قام رجل حكيم مولانا أحمد طاير قام قال يا جماعة في زول قال جمال النساء في العيون وجمال الرجال في الدقون يعني الدقن بتاع غابوزي يعني جيافة كده قصر مانا وعقد عقر شيبة بعدين جمال البقر في القرون وجمال العيش في الجرون في واحد قال لا قال جمال الرجال جمال النساء في النفايل ولكم نفلين أم نفل يا موفورة النفل يا الهيبة الكسرة الحفل فالمسألة دي يعني مربوطة بالقيم يعني لطفها إنسانيتها مودتها عطفها رقتها دي نفايلة والرجال في النحائل جمال الرجال في النحائل الكرم المروءة الشهامة النخوة الوفاء الصدق الأمانة جمال قال شنو البقر في البقر الشوايل شايلة يعني دارة عندها متلاب غير كده هي ذاتها يعني للضيفان ضيف الهجعة بالليل يا دكتور يحيى ومثلا هي يعني للأطفال ولما للجيران وجمال العيش لما يحول للحوايل يعني في عيش موجود في المطمورة موجود انت جبت المحصول الجديد في باقي الحين ده المخزون الاستراتيجي نعم طبعا مثلا بنتكلم عن المصادر اهم حاجه ايوه يعني المصدر بتاع المثل بعد ذاك الوظيفه حقت المثل عندنا الجامعه الاساسيه في هو كده يعني طيب ما نفوت الفرصه طبعا احنا كل ما حنلاقي فرصه حنمشي ليه لشادل انت ليه عاملني فاصل انا ما بني ادم متحدث برضو ولا شيء انت بالمناسبه تحدثتي يعني بطريقه ما اعتقد في فنان منح فرصه زيك يعني لا امنحني ثاني انا ما بحب اكون فاصل صراحه خلاص نمنحك الفرصه انا حمنح الفرصه لكن في حاجه واحده في المثل اللي هي ضحكت فيه حاجه الامثال بتستخدميها كيف انت ذاتك بعدين هو ما قاعد يقول لك انه نحن هنا في الريف برا لما امطط في امطيطه يعني في امثال دراميه شديده انا نفسي هو يقولها انا بالنسبه لي تاج الحلاج هو خاننا ويعني معروف انه هو حكاي
يعني اي زول اي زول بيكون يعني حريص انه يقعد معاه عشان يقول له اكبر قدر من الكلام. معظم الحاجات اللي قالت امثال ما حنقدر نقول ان احنا هنا، لكن انا قاعد اضحك لانه معظمها هو بنداوله ان احنا هناك، لكن حاجات ساخره يعني. أيوه. الزول اللي بيجي بتاع المدينه بيشوف الزول العطوي ده الخلوي ده غربي بيفتكر انه هو زول ده راسه فاضي. فما شفت انت الامثال اللي بيقولوا على زول المدينه؟ لا هو طبعا اقول لك حاجه شادد، يعني كل السودان واهل السودان في النهايه جذورهم بترجع لمناطق مختلفه في السودان. ما للعواصم والحواضر بس، يا ريت الناس تحترم الحاجه دي معلش. والما عنده في الـ في الـ في في الريف او الباديه او الباديه ما عنده عقب ده ما عنده اصل اصلا يعني. فبالتالي طيب نسمع البقاره شادد. ترجمة نانسي قنقر.
نواصل معكم كل متابعينا هذا اللقاء وهذا الحديث بعد فاصل قصير، لنا عودة لمواصلة هذه الرحلة. أهلا بكم مرة ثانية كل متابعينا ومشاهدينا في هذه الفتحة أو الفترة المفتوحة عفوا من قناة الشروق، وضيوفنا وحديث عن التراث، وربما التراث هو بيأخذنا لجوانب كثيرة جدا لها صلة بحياتنا اليومية عموما. المحور القادم للحديث عن الخيل وتأثيره في حياتنا، والخيل بالتأكيد برضو اكتسبت محبة، أنا بعرف إن هي محبوبة في كل مكان، ربما يعني يكونوا التصقوا بها ناسا وناسا اللي بيسعوها بشكل كبير جدا. بالنسبة للخيل معك دكتور يحيى، كيف هو وجود الخيل؟ الخيل ده طبعا مسمى ومشترك عليه كل أهل البادي، يعني القدر سيات السعدان ده الاسم المعروف بالنسبة لل الخيل. القدر سيات سعدان، بنات بنات او بنات سعدان، بنات سعدان المصري بتاعها هاي و... ايوه ده يعني المصري اصلا هاي جايبينه للتهجير، وباعتبار ذاته هم جايين من هناك طبعا، المجموعات الكبيره كلها جايه من صعيد مصر وصعيد المغرب العربي. ولا اساسيه كان الان بيتحدث يقول لك والله تونس الخضراء بحلمي انا. فالخيل هي تقريبا انا افتكر حياه مشتركه بالإنسان، يعني عادي جدا أنت بتجد الإنسان للحصان ليه هو يعني بيقدر الرجال إنهم أحيانا بيأكلوا من آلية واحدة، بالذات في المعارك في الظروف الصعبة معون واحد معون واحد. يعني المخلدي بتكون فيها الدخن تملى فيها مثلا أنت كوس والحصان بيأكل منها داخل. لذلك بتجد ان اشرس يستعملوا بليله مغاتلين. اي نعم يستعملوا بليله تاكله وهو ياكل العيش بتاعه. اي هم بترزهم من اشرس المغاتلين قاطبة يعني المنطقة دي يعني على مستوى افريقيا. ده واحد من سبب الانتصار. الخيل طبعا منصوب فينا الخيل مش كده؟ نعم طيب. يوم القيامة يوم القيامة مش كده. الجانب الثاني بتجد انه حتى في المستوى العادي يعني الانسان بيكرم الحصان لدرجة ان هناك الخيل الان اللبن الماء بيقول الناس هناك الخيل لازم تشرب من اللبن يعني لحد ما يكتفي. البلح اللي الناس بيشوفوه الصعوبة دي بالضروري جدا ان هنالك الحصان يكون الغدر كبير جدا من البلح بيكون خاص بالحصان. لذلك ان بتجد ان الحصان ده يعني في مرتبه بتاع التقديس يعني عند الناس هناك بالذات. وكثير من الناس بتجد انه لحد وقت قريب لو اشترى حصان او اشتريت منه حصان وكده وجا المدينه وحصل لقاك ان الحصان ده انت استخدمته او شاديه مثلا بتاع كارو، كثير من الناس جلدوهم يعني. يعني اي حصانك انت اشتريته دفعت قروش وكل حاجه تيجي تستخدمه يلقوه الحصان بهدلت الحصان يعني يكون انت شاديه وحطه وشاديه في حته بتنجلد ضربك ضرب نظيف جدا وممكن يستعدين يمشي معك لحد المحاكم. طيب انا قبل فتره كنت قريت لي مقال كده على الخيول في السودان، يعني من اشهر انواع طبعا بيقول الحصان الدارفوري والحصان الدنقلاوي. كيف اصلت الخيول الموجوده يعني؟ انا اديت اجابه في المساله دي. طيب يعتبر انه دنقلا هي اقدم الاسواق في التاريخ بالمناسبه للخيول في دنقلا. يعني حتى الاشوريين اللي هم اول ناس اكتشفوا العجله ومنها عملوا الحنطور كانوا بيشتروا الخيول من دنقلا. دي معلومه تاريخيه يعني مثبته في الاثار وكده يعني. بس انا حبيت اقول لك لكن الكلام الثاني لازم طيب. نوجهه للحلاج لكن انا كلام اخر. الحلاج والله ليك الخيل دي هن بسموها القدر. القدر قادره. يقول لك مثلا مكنه او عبور 10 خيل بيجي بقياس. هن بسموها القدر. بنات سعدان شرابات الريح كالطلاق المسيح. والخيل دي يعني لما عبد الناصر جزائر دارفور استقبلوه أهن الرزيقات، وطبعا عندهم هم كلام في التراث خطير جدا عن نفسهم. يقولوا يوم قاموا القيمان يوم قاموا عيار رزيق حرموا نوم الفريق
بحر الدم الغريق خايضنا مع الحريق فرسانهم. فاستقبل عبد الناصر بسبعين ألف جواد من الخيول المطهمة يعني على مدى البصر. أنا في الأول قايلة 30 كلام عندي 30 ألف. دكتور الشيخ شداد أخصائي الخيول وطبيب بيطري قال لي 70 ألف جواد. تخيل بعد ذا قاموا ملوا القرب بالعسل واللبن. العسل ده قد يكون جاي من كبم. دلغوا العسل في الحضان ودلغوا اللبن في الحضان كذلك والبرد كلها شربت هنيئاً يعني لهم جميعاً. في الخيول دي يعني حاجة عجيبة جداً وفي الحروبات كان عندها دور وعندنا هنا في السودان في عندنا في الأمثال في الأمثال كيف؟ يعني شوف في حاجة مهمة جدا أقدر أقولها معلش أستاذ سيبا. في منطقة تلودي كان في أيام الاستعمار مفتش مركز فيه كثير جدا من العنجهية والقطرسة والاستبداد وكان الظالم وفاجر. الناس قاموا كان في بوس كبير النجارة دقت يوم العيد عدد رهيب من البشر جو. فجهوة من هناك أجمل بيت في المنطقة جهز فيها وقف فيها كده والناس عندهم فوق رأي ده فرسان الله. فقاموا دقشنوا 8 من الخيول هجمن عليه. في رجل اسمه دامرة بنات فارس الخيل دقشنوا وبعدكم أدوا تموه قضوا عليه تماما. شفت الخيل دي عندها هي بتحسم الأمور. هو بالنسبة للأمثال الخيل ما سلاح استراتيجي أيوة يعني ما في الأمثال لكن في الشعر بتاع الحدائين في مشكار الخيل أي نعم اللي هو بقى في قصائد يعني بتصل على الخيل يعني الخيل يعني تصل آلاف الأبيات. يلا الخيل بالنسبة للبدو وبالنسبة للبقاري بالذات يعني لأنه لازم يكون عندهم الحصان ده لأنه بيستفيدوا منه في رعاية الماشية بتاعتهم دي. البهائم الضاعت بيحاولوا يحصلوا عنه عندهم النظام بتاع البحث عن المراعي الجديدة عن الكلى عن الخيول وكده بالخيل وكده الفزع بعدين هي بتتحمل ذاتها يعني بتتحمل كثير جدا لكنهم بيهتموا كمان بالخيول الأصيلة. وبتلقى الحصان عنده شهادة بتاعت ميلاد يعني هو الزول صاحبه ما عنده شهادة ميلاد لكن الحصان موصل هاي لازم يكون شهادة يكون مطعم وعنده طبيب وبطريق لازم يكون لأنه تحاول تبيعه بتجيب شهادة ميلاد. يلا هم عندهم كمان برضو أوصاف بالنسبة للخيل يعني الحجول والقرة والحادي عندهم فيها كلام كثير جدا في مسائل بتاعت التشاؤم وفي مسائل بتاعت التشاؤم. وفي بعض الممارسات انا وجدت انه ممارسات هي موجوده في حتى في زمن الجاهليه يمارسوها البقاره في الخيل وكده يعني الواحد لما يشتري فرسه جديده لازم يجيبها لبيت زوجته اذا متزوج مرتين الزوجه الاكبر وهي تباركه تمسح لها الغره بتاعتها بالسمن اللي هي الزبده دي وتسقيها لبن وبعدين تلفها بها حول البيت كده يعني باعتبار انها يعني ايوه نوع من المباركه بالنسبه لها حتى الحاجة الممارسة دي موجودة في زمن الجاهلية. طيب النساء ممكن برضو هم يكونوا يركبوا الخيل شادي؟ والله نادر نادر عندنا الحكامات بيتكلموا عن الخيل بشكل معروف طبعا. الخيل الغيمة الأساسية فيه لأنه يعني قريب ده الناس بقت ياهو سلاح وشنو قصص يعني في حكام اسمها الفرس الرمت ستة اي نعم حكام الهم الهباني اظن الفرس الرمت ستة اسمها الفرس الرمت ستة فالخيل لانه في الفزع بتلقى الخيل في حمايه الناس في يعني حماية يعني تحمي بلدك. الاسرع الخيل طبعا من كل اذا كان من ابل ولا من 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 التيران دائما بتمشي بالمهله وما بتمشي في الحروب عشان كده دائما وابدا الحكامات بيتكلموا عن الخيل والاكل ذاته اللي بتاكله الخيل انت بتشتهيه كبني ادم يعني انا هناك مشيت البلد ملذة وطب ايوه طبعا امتره دي عباره عن 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 دخن بيشيلوا مثلا بيشيلوا الرواعيه الدخن عادي الدخن العادي تتبى فيه مويه وحبه بلحات داكل الحصان يعني ده بيشيلوا الراعي ده اجع الزول بياكل اكل كويس عشان يعني يسعى بالرعية دي ويحافظ على المال يعني هو والراعي والهناي بيجوا حاجة واحدة في الطعام مع بعض
يعني لانه من المحبه اللي ايوه يعني ايوه غير شكل غير شكل الخيل ذات عندها تنظيم في زي البرامج هذه في التنظيم بتاع النظام بتاع العقد ايوه طيب يعني اي مجموعه نواصل حديثنا في الخيل لكن لانه عندنا زمن معين كده شاد دايرين اغنيه برضو اغنيه اوكي طيب نغني عطا بيقول دكتور الجاموس ليه لكن عطا ده يعمل كده معي قال داري استبرد كويس اشتغل ترجم اسمع مشكله كلمات والحان الملح يعقوب الله يديه الصحه والعافيه
طيب احنا ما فضلنا وقت كثير، الان بنتجه نحو الختامه وختمنا فعليا يعني. اخيرا قبل ما نختم، انا في حاجه من قبل ما عايز افوته واتجاوزها، يعني اللي هي مساله تاثرنا نحن بالاشكال التشكيل او اللوحات التشكيليه يعني. وقبل في بدايه المساه تكلمت مع شادن حول بعض الالوان المستخدمه في الاكسسوار النسائي المستخدمه، ولفت انتباهي برضو الجلابيه دي يعني شادن والعمه برضو الطاقيه. ايوه والله الحقيقة أنا أساساً خريج كلية الفنون، يعني لحسن الحظ إنه سؤالك ده يعني واجب في إيريا. في زول اسمه إسلام كامل، إسلام كامل ده هو خريج كلية الفنون ومدير شركة في قطر، وبيحضر دكتوراه في جامعة السودان في كلية الفنون، وأنا مشرف عليه وعن تطوير الجلابية. دكتوره في تطوير الجلابيه، في تطوير الجلابيه، ودي الجلابيه دي صنعها هو ورسلها لي. جميل. وانا حاسه كلمته قلت له انا حصلت الجلابيه لاول مره. اللي هو استلهام الزخارف. يعني استلهام التراث. الزخارف دي الان مثلا هي دي ما الزخارف السودانيه. اي اي. لكن هو اساسا الموضوع بتاعه استلهام التراث في المنتجات الحديثة وكده ملبوسة. يعني أي ربط التراث بالحديث. ما أخذ الجلابية الريالية كرموزة. طيب هي الجلابية دي يعني التصميم بتاعها الطبيعي كان معروف بالنسبة لي أنا، رغم أن عمل فيه تغييرات معينة كده بيعرفوها الناس بالمقاسات بتاعته، في قسم بتاع أزياء في كلية الفنون هناك يكونوا عارفين المسألة ده التغيير حصل شنو. لكن الشيء اللي بيهمنا مسألة الزخارف دي، يلا الزخارف النوبية القديمة بنجد جزء منها موجود في المنحوتات مثلا، وفي جزء موجود في الخزف، وفي جزء موجود في بعض الصناعات الاكسسوارات زي الحلي والاسايل والحاجات بالشكل ده. بالمناسبه لقى فيها حاجات هي ذاتها احنا مستخدمينها حس لكن بدون ما نشعر. يعني حتى المسائل بتاعت الورود دي الناس اللي كانوا مستخدمينها، النكشات الصغيره دي كانوا مستخدمينها. فيلا هو المفردات دي يعني بفتش في 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 صناعات بتاعت اقمشه مزخرفه بيلقى في الوان، الالوان الاحمر البني الاصفر دي الالوان الاساسيه النوبيه الاصلا كانت عندنا يعني. فهو بحث الحاجات دي بعد ذاك بيفتش، طبعا ما يقدر هو يعمل الزركه دي كلها، لكن بيحاول بيلقى في الحاجه الجاهزه يلقى مفردات بتاعت زخرفه ليها علاقه بالزخرفه النوبيه القديمه على اساس انه استخدمها في المجال بتاع التطوير في الملبوسات والمنتجات الحديثة. في ناس كثار طبعا شغالين الشغل ده معاه في راشد ديان، والله يعني شغل جميل وملفت، عشان كده يعني انا قلت برضه له علاقه بالمساله ارتباط الناس حتى بالالوان يعني. نعم. بيئه لبيئه بنلقى انه في تفضيل لحزمه الوان معينه. نعم. او مجموعه الوان معينه. يا اخي انا شاكر لكم كثير، كل سنه وانتم طيبين. بروف سليمان يحيى واستاذ محمد اسماعيل حلاج وكذلك دكتور يحيى حماد و شادن، كتر خيركم كثير وكل سنه وانتم طيبين. انستمونا في الجلسه دي، وبرضه التحيه لكم يا شباب، يعني قدمتوا عمل جميل مع شادن وامتعتمونا، يعني ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركه. وحيكون في لحن ختام قبل نشكر كل من تابعنا في هذه الامسيه، وكذلك بنقول لهم ان شاء الله يكون حوارنا ده وجلستنا دي عجبتكم ان شاء الله يا رب. انا كمان خلوني اشكر اولادي اللي هم ما اعرف اقول لك هم مالهم، هم وقفوا معي جدا جدا، لانه الغنى ده انت شايف يا تنوع من الغنى اللي بيتقدم، غنى دقيق ومعقد، والناس ماشيه انها تمشي تشيل عدادات وغنى وتمشي يعني. فهم قاعدين معي ويعني داعمين اساسيين لك. ديل اولادي كلهم، اولادي ديل عيالي. طيب التحية لهم فردا دي فردوس محمد فخري ومحمد جيتار، محمد إسماعيل الكيبورد، وأحمد جيمينير على الدرامز، والنزير إيقاع، وسمسمة السومة سومة فلوت. الناس دي بيقعدوا يا جماعة معي بالشهور عشان نقوم نطلع إن شاء الله 3 أعمال. والله لو ما كنتوا انتوا ما كنت انا هسي قاعده بتفاصح كده وقاشره كده وانا بغني وفنانه. ان شاء الله الله يخليكم لي. لو ما كنا احنا استمتعنا برضه يعني. كثر خيرك كثير. يسلموا.
حنغني الكافينول طبعا، اهلنا زمان ما بيعرفوا البنادول والحبوب الجديده بتاعت الصداع دي. الكافينول حق ده يعني من المصادفه العجيبه انه عطى بيقول لي فضل لنا اغنيه يا ريت لو تكون الكافينول. اي وانا بقول عطى عايز كافينول ولا شنو يعني؟ اتفضل. اوكي الكافينول. شفان الكافينول مشيت على الدكتور قال لي علاجك ما في انت شغلك زور. You know, I'm gonna make it.